بعد غياب استمر لأشهر بين الزعيمين الكرديين جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقي ومسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، عقد الزعيمان اجتماعا أمس في أربيل خصص لبحث القضايا السياسية على الساحة العراقية بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص، وأكد على حماية التحالف الاستراتيجي بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت الاجتماعات انقطعت بين الزعيمين الكرديين بعد فشل الجهود التي بذلتها كل من قائمة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية في سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، وسافر الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى ألمانيا لتلقي العلاج ومكوثه هناك لأكثر من شهرين. وبحسب بيان لديوان رئاسة إقليم كردستان العراق أن اجتماع الزعيمين الكرديين سلط الضوء على مجموعة قضايا متعلقة بالشأنين العراقي والكردستاني. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان عن هذا الاجتماع: الاجتماعات تركزت على المسائل التي تتعلق بالوضع العراقي العام والوضع الكردستاني، وتم تأكيد والتركيز على وحدة الصف الكردي. كما أشار حسين إلى أن الحزبين المتحالفين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سوف يعقدان خلال الأيام القادمة اجتماعات أخرى، وأضاف بالقول: نعتقد سوف تكون هناك اجتماعات بين مكتبين السياسة. وحول موقف إقليم كردستان من قيام رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بعقد صفقات لشراء الأسلحة للجيش العراقي، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم: نفهم أن هناك جيش عراقي والجيش يحتاج إلى أسلحة، لكن مسألة توقيت شراء هذه الأسلحة بينما الاقتصاد العراقي يحتاج إلى الاستثمار ودعم خاصة الشباب لكي يكون لهم هناك فسحة للعمل ودعم الاستثمار في الخدمات، فالأولويات هي خاطئة. الأولويات يجب أن تكون في بناء الاقتصاد العراقي وتقديم الخدمات للشعب العراقي. إلى ذلك يؤكد المحلل السياسي والصحفي الكردي هو محمود عثمان على أهمية استئناف الاجتماعات بين الطالباني والبارزاني لإزالة المخاوف الكردية من وجود خلافات بينهما، وأضاف بالقول إذاعة العراق الحر: طبعا الاجتماع أعتقد كان مهم في كسر ما يسمى بالجليد بين الزعيمين. دعائم الحركة السياسية في إقليم كردستان، دعائم التحالف الكردستاني هو ركيزتان، واحدة في بغداد وأخرى في إقليم كردستان. طبعا التشاور مهم جدا بينهما، التشاور وتنسيق المواقف مهم جدا. كان هناك مخاوف كردية من نوع من التباين في المواقف أو التباعد بين الزعيمين، ولكن أعتقد أن هذا الخطاب كان هو الخطوة الأولى في اتجاه تنسيق المواقف من جديد. كما لفت المحلل السياسي والكاتب الكردي عثمان إلى أنه في ظل التطورات الأخيرة التي حصلت في العراق وبالأخص قيام رئيس الوزراء العراقي بإبرام صفقات شراء أسلحة مع روسيا وتشيك، فإن الطرف الكردي بحاجة إلى توحيد أكثر في المواقف، وأضاف بالقول: خاصة بعد ما رأيناه في رغبة رئيس الوزراء بعسكرة العراق مرة أخرى وشراء الأسلحة من هنا وهناك، خاصة هي معظمها ما نراه أسلحة هجومية وليست أسلحة دفاعية كما يزعمون. أعتقد من الضروري يشعر الطرف الكردي بخطر من هذه الخطوات التطورات الجديدة، وأعتقد قد يكون من الضروري جدا توحيد المواقف الكردية ليس فقط على مستوى الزعيمين طالباني وبرزاني، وإنما بالنسبة لمواقف من هم في الحكومة الكردية ومن هم خارج الحكم الكردي كحركة التغيير والحركات الأخرى المعارضة في إقليم كردستان. ووصل رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني إلى مدينة أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان والتباحث معه في الأزمة السياسية الراهنة، وتفاقمت الخلافات بين أربيل وبغداد خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن ملفات عالقة تتعلق بإدارة الثروة النفطية والمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى ميزانية البيشمركة، ناهيك عن توجيه الإقليم أكثر من مرة انتقادات لاذعة إلى المالكي واتهمه بالسعي للاستئثار بالسلطة. عبد الحميد زبار، إذاعة العراق الحر، أربيل.